السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح، سأفطركم إخواني. اليوم سأشرح لكم طريقة بسيطة للربح من الإنترنت. شرحت موقع من قبل شبيه بهذا الموقع، أيضا سأشرح لكم هذه الطريقة لمن يريد الربح من كتابة مراجعات في موقع مشهور يتحصل على 5 مليون زائر شهريا. صادق مليون بالمئة، ستربح جيفت كارد. هذه الجيفت كارد تستطيع بيعها، تستطيع شراء بها أي شيء تريد العمل به، فهو دخل سلبي خاص بك. أول شيء إخواني، أرجو مشتركين جدد تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة، أيضا الدعم بالضغط على زر لايك. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة ستجدون فيديوهات جيدة للربح مجانا بدون رأس مال وبطرق جديدة. الموقع الذي سنعمل عليه بدون إطالة هو موقع كما تشاهدون. هذا الموقع يتحصل على أكثر جيدو، اسمه جيدو، يتحصل على أكثر من 5 مليون زيارة على ما أعتقد شهريا، أو 6.8 زيارة شهريا فقط من كتابة المراجعات ستربح. وهنا ستجد لكي تفهم طريق دفع هذا الموقع وكل معلومات، هنا مقالة بالإنجليزية كما تشاهدون، سأقوم بتحويلها إلى اللغة العربية لتفهم سياسة العمل في هذا الموقع، كيف سيتم قبول المقالة الخاصة بك أو المراجعة. تعمل من هذا الموقع، لن تحتاج أي شيء. سأريك الاستراتيجية الذهبية للربح في 10 دقائق فقط أو أقل. هذه المقالة إن شاء الله ستجدها أسفل الفيديو بالشرح بالتفصيل بالعربية إخواني، سأعيد ترجمتها وتستفيد منها. وهنا ما يهمك إخواني أنك ستحصل على جيفت كارد بقيمة 10، سواء سترابيك أو أمازون. هذه بطاقات إخواني، أمازون معروفة وهذه البطاقة غير معروفة، لكن تستطيع بيعها. أيضا سأترك لك الموقع لمن يريد بيع البطاقات هنا في هذا الموقع. إن شاء الله هذه المقالة ستفيدكم وتعرف طريقة الشغل وطريقة العمل في هذا الموقع بالتفصيل، وكيف سيتم مراجعة الريفيو الخاصة بك. وبداية بعد المراجعة الأولى والثانية ستحصل على جيفت كارد بقيمة 50 دولار تستطيع شراء بها. أيضا سيتم قبول المراجعة الخاصة بك فقط في 48 ساعة. لذا تابع معي هذا الشرح، نتوجه إلى الشرح. هذا هو الموقع إخواني، بسيط جدا كما تشاهدون، يقوم بمراجعة مواقع، برامج، أي شيء إخواني تجده هنا. هنا الكاتيجوري Most Popular Category Software، ستجد فيديو E-Marketing Commerce Accounting، يعني كل الأشياء يتم مراجعتها في هذا الموقع. عندما يريد شخص أن يشتري أي شيء سواء برنامج أو أي شيء، يتوجه إلى جوجل للبحث، سيظهر هذا الموقع في خانة البحث، والموقع الذي شرحته منذ أعتقد أسبوع أو أسبوعين. هنا سأترك لكم فيديو أيضا يدفع من المراجعات. يكفيك فقط إخواني الضغط على Write Review هنا. بعدها إخواني سيطلب منك اختيار أي شيء تريد العمل عليه، مثلا الماركتينج، سال، اي شيء اخواني هنا تحتاجه او تريد شرحه. مثلا نفرض انني ساقوم بالضغط مثلا على الماركتينج هكذا، وهنا تابع معي جيدا اخواني كيف ساعمل في هذا الموقع. عندما كتبنا اخواني الماركتينج، انت تستطيع اختيار اي شيء اخواني، تظهر لك كثير من المواقع والبرامج من بينها مثلا سكايب، ايضا مثلا جات ريسبونس، هنا مثلا جوجل مراجعة لهذا البرنامج، هذا الاوتو بيلوت سوفتوير كما تشاهدون، مواقع كثيرة منها المشهورة ومنها الغير مشهورة، ميل تشيب شرحناه في القناة، جوجل درايف، اي موقع يخطر في بالك ستجد مراجعة له هنا. ولنفرض مثلا اخواني انا ساشرح مثلا ساند بلو او اوابر، فهي صفحته بوت او اي شيء، مثلا هذا الموقع اعرفه، انا اعمل عليه كافيليت، اضغط عليه فقط وانزل الى الاسفل عفوا. هنا سيظهر لك اختيار، تستطيع مراجعة منتجين مع بعض عند الضغط هنا سيظهر. اقوم باختيار منتج فقط للشرح عليه، اضغط على كونتيني. بعدها هنا اخواني تضغط على ريفيو هكذا، وهنا اخواني يطلب منك التسجيل، تضغط على كونتيني. لديك اختيارين، التسجيل بالايميل بيزنس، هنا يجب ان يكون لديك استضافه لكي تتحصل على بيزنس ايميل، او جوجل او لانديكن، حساب لانديكن، اعتقد ان الجميع لديهم حساب لانديكن، اضغط هنا. وبعدها اخواني اقوم بالضغط على لوجين من هنا، هذا الايميل الثاني الخاص بي، ادخل الى الموقع بحساب لانديكن. تظهر لك هذه الصفحه البسيطه كما تشاهدون. ماذا افعل اخواني؟ اول شيء تابع جيدا ماذا افعل، اقوم بنسخ هذا الاسم للمنتج الذي اريد مراجعته، وتوجه الى جوجل، اقوم بكتابة هذه الجملة هكذا، ريفيو
مثلا إخواني، وأيضا أعود مرة أخرى وأقوم بكتاب جي دو وأضغط على الريفيو. هنا كما تشاهدون أشخاص كثر قاموا بوضع الريفيو. هنا الموقع ستجد برودكت انفورميشن يقدمها الموقع، وعند الضغط على الريفيو هنا ستجد الفيديوهات. إن لديك فيديو تستطيع وضعه ووضع الريفيو له، أو تضغط على رايت ريفيو، هنا ستجد أشخاص كثر يقومون بوضع الريفيو. لكن إخواني كما تشاهدون، عفوا هنا سأعود، هنا عند الضغط على هذا الشخص كما تشاهد، أعود مرة أخرى، نشاهد هنا الريفيو لهذا الشخص في 28 أبريل 2021. أيضا هذا الشخص قام بكتابة الريفيو تم قبولها. أيضا هذا الشخص، يعني كثر من الأشخاص يقومون بوضع ريفيو يتحصلون على بطاقة جيفت كارد. هنا الكثير ستنزل إلى أسفل، أشخاص كثر يتم قبول الريفيو الخاص بهم. نحن نختار أي ريفيو، ولنفرض مثلا هذا الشخص كما تشاهدون فيفري. ماذا أفعل عندما أقوم بالضغط هنا؟ لا يتم نسخ، ولكن عند الضغط عليها سأتحول إلى الريفيو الخاص بهذا الشخص. هنا شاهد البروفايل الخاص به، يعني أشخاص كثر يربحون ولديه أيضا متابعين كما تشاهدون. هنا الريفيو الخاص به، أضغط على شو مور لكي أشاهد الريفيو الخاص به. ما أحتاجه فقط نسخ ولصق. هنا هذا الاسم لا أستطيع نسخه، أضغط على انسبكت هنا على الاسم، وهنا أضغط على Edit HTML. هنا سيظهر العنوان. أول شيء نحتاج العنوان، ولكي يكون احترافي أنسخ أي عنوان من هذه العناوين. أتوجه إلى موقع كيلبوت، دائما أشرحه إخواني. أقوم بالضغط هنا على باس لأقوم بإعادة صياغة العنوان لكي يظهر احترافي. شاهد هنا تم إعادة الصياغة، يعني حصري. أقوم بنسخه وأتوجه إلى الريفيو. هنا أول شيء إخواني يجب عليك تحديد القيمة، كم تعطي له من نسبة 10. مثلا أنا سأقدم له 10 من 10. جيد، هنا التايتل، أقوم بتقديم تايتل احترافي وحصري وأضغط على النكست بطريقة بسيطة. تظهر لي هذين الخيارين، أقدم باراجراف هنا بسيطة أو وصف بسيط أو الإجابة عن هذا السؤال. كما تشاهدون هذا السؤال يقدمه الموقع افتراضي، يجب عليك إجابة عليه، ما أكثر شيء تفضله. وهنا السؤال الثاني هو ما الذي لا يعجبك، هكذا، وتضغط على النكست. أعود إلى الريفيو الشخص هنا، أقوم بنسخ أول شيء، هذا هو الإجابة على السؤال الأول، أقوم بنسخها كوبي. أتوجه إلى كيلبوت، فهو أمر اختياري، أقوم بالضغط على باس وإعادة صياغة. أنتظر فقط إلى أن تكتمل إعادة الصياغة. بعد اكتمال إعادة الصياغة تستطيع تغيير الكلمات بالضغط على أي كلمة تريد تبديلها. كما تشاهدون هنا تريد تغيير أي شيء، ثم أضغط على كوبي. أتوجه إلى الموقع، أقوم بوضعها هنا باست. أعود إلى الريفيو الخاص بهذا الشخص، أيضا أنسخ هذا الاسم هكذا، هذه الباراجراف. أقوم بإعادة صياغة من نفس الموقع باست كيلبوت، كل الروابط ستجدونها أسفل المقالة، بالإضافة إلى معلومات عن الموقع، كيف يتم الدفع، ما هي الشروط، وبعض النصائح لقبول المراجعة الخاصة بك. أضغط على كوبي مرة أخرى، أقوم بوضعها هنا باست. أضغط الآن هنا على نكست. هنا يقدم لي أيضا، سأقوم بإجابة على هذا السؤال. هنا أعود إلى الريفيو وأقوم بنسخ هذه الباراجراف وأقوم بوضعها في موقع كيلبوت لأعيد الصياغة لها. هنا إخواني انتهينا من إعادة الصياغة، أضغط على النكست ثم أقوم بوضعها هنا. جيد باست. الآن أضغط على النكست، وهنا تقوم باختيار هنا الإجابة على هذا السؤال، لأي غرض تستخدمه جت ريسبونس. هنا كما نعلم هذا خاص بإيميل بيلدر، أختار هنا أيضا لاندينج بيج، ماركتينج اوتوماسيون كما تشاهدين، وهنا جيد. اضغط في الاخير على النكست. هنا ايضا يجب عليك اختيار الاجابه هنا، في اي منظمه استخدمت مؤخرا، مثلا اختار امازون مثلا كهنا. وهنا يجب عليك ادراج الرابط او اي شيء او اوتر، قم بادخال اي رابط اخواني. بعدها اخواني هنا مثلا البرودكت، مثلا ما هو حجم استخدام البرودكت، مثلا ماي سيلف اونلي، لانني لوحدي. وهنا اجابه ايضا على السؤال، ما هي صناعتك عند استخدام هذا المنتج، مثلا تختار افيليت ماركتينج او اي شيء هنا، بيلدينج ماتريال
بودكاست بيزنس، اختار إخواني مثلا كمبيوتر أند سوفتوير هكذا. وهنا أيضا إجابة على هذا السؤال، هل أنت مستخدم حالي؟ يس. هنا مثلا ناو لكي لا يطلب منا سكرين شوت، أو تستطيع الدخول إلى الحساب الخاص بك وإعادة رفع صورة لهذا الموقع. ما هو دور الأساسي عند الاستخدام؟ هنا مثلا يوزر، مثلا يوزر جيد. وهنا أيضا الإجابة، هل أنت تنفذ أنت وشركة مؤسسة بها؟ مثلا يس جيد، أضغط على النكست. الآن أيضا أجيب على بعض الأسئلة، هنا نفس الأسئلة، هنا فقط ترجمة. وبالإضافة إخواني نسيت أن دائما أنسى أن أقدم لكم هذه الترجمة، إضافة الترجمة، فقط توجه إلى جوجل هنا وقم بكتابة لتحميل الترجمة التي أعمل بها، كي ترانسليت هكذا، يظهر لك أول خيار، قم بتحميلها من هنا، هذا هو الرابط، اضغط هنا تحمل الإضافة التي أستعملها في الترجمة. هنا فقط مثلا تريد ترجمة، اضغط على كنترول كي، وهنا لقد كانت، هنا مثلا اضغط على يس، عفوا هنا نعود هنا، هنا إخواني لا تعلم على هذا الخيار، وهنا قم بالتعليم هنا على هذا الخيار، I agree هكذا، واضغط على سيبميت كما تشاهدون، وانتظر سيبميت ريفيو في 48 ساعة سيتم إخواني. هنا تستطيع شير يور ريفيو، تستطيع مشاركتها في الفيسبوك أو أي شيء، أو نسخ الرابط الخاص بها نوت ناو. وهنا كما تشاهدون هذه الريفيو قمت بوضعها، وأيضا أستطيع ريفيو لهذا البرنامج شوبيفاي، أي شيء تريد. هنا فقط الرابط سيظهر بعد، أعتقد بعد 48 ساعة ستظهر المراجعة الخاصة بك. هنا كما تشاهدون هي في الريفيو، هنا شاهد عندنا نسخ الرابط this review في انتظار الموافقة، سيتم موافقتها لأنه لا يوجد أي مشكل فيها إخواني. وأيضا فتحنا حساب وسنتحصل على أرباح، وأرباح إن شاء الله تأتيك gift card أمازون. هنا هذا هو الفيديو، إن أعجبك أرجو دعمنا بالضغط على زر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.